معانا في الفقرة دي لاعب مميز جدا في الخماسي الحديث، اتكلمنا كتير على فكرة عنه قبل كده وعن مشاركاته العالمية، وقلنا قد ايه كمان هو فخر حقيقي لمصر بشكل كبير، وان هو هيكون بإذن الله سائد ميداليات في لعبة مهمة جدا. بنتكلم عن الخماسي الحديث، ولو اتكلمت عن الاتحاد الخماسي، هم كمان بيضعوا آمال عليه كبيرة جدا، وان شاء الله في أولمبياد باريس كمان يشرفنا بشكل كبير. عنده قدرات تؤهله كمان للتواجد على منصات التتويج بصفة مستمرة. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا مهند شعبان، بطل العالم في الخماسي الحديث، عفوا الخماسي الحديث، وكمان عايز اقول ان شاء الله هو يعني تاهل بشامبيونات باريس، ونتمنى ان هو يرجع لنا بميداليه. مش هنقبل باقل من كده. ها مهند، صباح الهنا عليك. صباح الخير. بص انا هبدا من ما انتهيت في كلامي في الانترو، لان احنا كمصريين وكجماهير بالملايين بيبقى دايما عندنا امال لكل بطل، وعندنا كده زي ما بيتقال خلاص احنا في دور معين لازم تروح تحققه لنا. فباذن الله انت تاهلت الحمد لله، لكن باذن الله هتروح وتحقق بقى ميداليه، ده اللي الجماهير المصريه نفسها ان هو يحصل. نسبه ده حدوثه قد ايه؟ وكمان لو هنتكلم عن يعني بطل العالم في الخماسي الحديث، قد ايه ممكن ان هو يكون بيواجه صعوبات قبل ما يروح باريس 2024؟ خلينا نتكلم في المشوار ده علشان نطمن كمان الناس اللي بتسمعنا. طبعا احنا الاولمبياد هي خلاص فاضل عليها تقريبا اقل من سنه لحد تنازلي ابتدى. بالظبط، احنا المفروض ان احنا لو وصلنا ان احنا في نفس فورمه السنه دي او نفس الاعداد اللي احنا عملناه السنه دي، ووصلنا ليوم الاولمبياد وما كانش في اي مشاكل او اي حاجه غريبه تحصل، احنا قادرين جدا ان احنا ممكن نجيب ميداليه اولمبيه جديده زي اللي حصلت في طوكيو 2020. احنا بس مش محتاجين غير توفيق ربنا ودعم كده منكم تبقى الدنيا كويسه. طيب بص، التوفيق ان شاء الله يتم والدعم موجود، ده كل يعني خليني اقول كل مسابقه وكل موسم ليها، بس النقطه كلها ان انا قبل ما اروح اولمبياد لازم بكون عارف يعني انا ايه اللي ناقصني وايه اللي عندي والمستوى اللي انا واصل له والتجهيز بتاعي والجاهزيه وغيره. مهند تحديدا لو انا هتكلم عليك، انت دلوقتي بطل العالم في هذه الرياضه، الحمد لله اول مره بتتاهل لاولمبياد، امال المصريين كتيره جدا خليني اقول عليك وعلى اللعبه دي تحديدا. فاستعداداتك من اللحظه بتاعه يعني طوكيو لحد اللحظه بتاعه خلاص بدء باريس ايه هي؟ وفي نفس الوقت لو في اي مشكله يا ريت تقول لنا عليها من دلوقتي عشان يتم حلها ويتم العمل عليها، فادينا صوره كامله. هو طبعا هيبقى احسن حاجه ان احنا نعملها بدايه السنه الجايه، او خلاص احنا عندنا مثلا بطوله عالم كمان اسابيع او اسبوعين بالظبط، احنا سافرين يوم السبت ان شاء الله. مجرد ما هنرجع هنبتدي تاهيل الاولمبياد، اعتقد هنحتاج اكتر من معسكر خارج مصر طبعا بالفول تيم بتاعنا، فهو ده اكتر حاجه هنبقى محتاجينها ان احنا نعرف نوفر السفريات ديت، ادوات اللي هنلعب بيها البطوله والمعسكرات اللي هنقضي بيها السنه كلها، تقريبا هي دي الحاجه الوحيده اللي هنحتاجها يعني. بس طيب المعسكرات والادوات وغيره كبادجت ده الاتحاد هو اللي بيبقى مسؤول عنها، ولا انتوا كلعيبه بشكل انديفيديوال فردي؟ لا هو طبعا الاتحاد هو اللي بيبقى مسؤول عليها، طبعا هو ممكن يقدم للوزاره، الوزاره توافق او ما توافقش، بس طبعا يعني برضو الاتحاد عندنا لحد ما يعني بيتوافق عليه حاجات كتير، بس السنة الجاية بقى محتاجين يعني نزق زقة كده لو نطلع كذا سفرية. ما هي دي بقى النقطة، يعني ايه الوزارة توافق او ما توافقش؟ يعني بص دلوقتي انتوا رياضة اوريدي بتحقق يعني ميداليات في الاولمبياد في السنوات والنسخ الماضية، واوريدي في منها ابطال منك زيك مثلا متأهلين للباريس، فهو طبيعي يكون الوزارة عاملة بادجت معينة ومخصصة بادجت معينة للمعسكرات اللي بعد كده أنا محتاجها عشان في باريس أبقى أدائي يعني يليق إن أنا أجيب ميدالية. فإزاي بتقول يعني يتوفر يا ما توفرش؟ طب في حال هي ما وفرتش إيه اللي هيحصل؟ هو طبعا في حالة إنها ما توفرش خلاص هنبتدي نعمل معسكرات داخلية هنا، زي ما احنا عملنا في آخر أسابيع عملنا معسكرات في اسكندرية، بس طبعا الكفاءة مختلفة. بالظبط، إن احنا للأسف يعني ما كنا نلعب معنا يعني في العاب عندنا في الخماسي زي لعبه السلاح، بنحتاج ان احنا نلاعب ناس تانية، بنطلع بره مصر نلاعب ناس تانية خالص اجانب، هنا احنا خلاص هنلاعب بعض فمفيش يعني فرصه ان احنا نحتاج بحد بره مصر. طبعا هي الكفاءه بتقل، بس برضو هو احنا محتاجين معسكر حاجه مغلقه علينا، تركيز في التمرين بس، خارج مصر طبعا كده هيبقى افضل.
اوكي، هو ده الطبيعي. بالظبط. يعني يعني احنا بنتكلم لو عايزين فعلا ميداليه اولمبيه محتاجين فعلا ان احنا نطلع ما هو ده بره اللي احنا مصر بنقوله، كذا بطوله. استعدادات المنتخبات بتاعتنا والفرق بتوعنا وابطالنا المختلفين لازم يكون بشكل محترف بيتم. بالظبط، فيعني لو انا عماله بلاعب نفسي في الداخل مش هروح هتحسن. للاولمبياد الاعب بالظبط، غيري ازاي، هما خصوصا كمان انا بلاعب اسهل. غيري في ليفل تاني خالص وبيستعدوا بشكل مختلف وامكانياتهم مختلفه. وبعدين ارجع اقول انا ليه ما حصدتش ميداليات بشكل كبير، ما بالظبط، هي هما كمان سلسله عندهم الموضوع اسهل، ان هما مثلا بيبقوا في اوروبا فممكن يتجمعوا، ممكن يسافروا بالعربيات. انتقالات سهله. بالظبط، لكن احنا لازم طيران ونسافر لهم، فاحنا الموضوع عندنا بيبقى اصعب شويه.